السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دورة لإعداد البيم مانجر. والفيديو ده معمول بحيث إن الواحد يبقى واخد فكرة عن الحاجة قبل ما يشتريها، لأن ممكن يكون هو في تصوره مثلا إنها بتشرح حاجة معينة، فبوضح له هيلاقي في الكورس دوت. تمام، ممكن هو يكون متصور إنها بتشرح ريفت، لا الكورس دوت ما بيشرحش الريفت ولا السوركس ولا البرامج، لا هو بيتكلم عموما عن نماذج معلومات البناء وايه هو البيم وايه هي اهم المصطلحات وايه الفرق بين الكاد والبيم وايه هي معايير البيم واهم معايير البيم، وفي كذا معيار لكذا دولة قعدنا نتكلم عنهم ازاي نعمل بيم اكسكيوشن بلان، وخدنا كذا مثال فيه ايه هي الاهداف اللي هنحققها من خلال استخدام البيم وايه هي البروسيس ماب وازاي احنا بنستفاد المعلومات وازاي بنعمل اداره المشروعات البيم. وهتلاقي الرابط للحاجات دي كلها اسفل الفيديو، ومع الاسطوانه او الكورس دوت هتلاقي الكتاب الطريق البيم ده موجود هديه ان شاء الله هيجي مع الاسطوانه، بحيث ان انت مفروض ان انت مهتم ان انت تبقى بيم مانجر، فمحتاج بعض المعلومات، محتاج تبقى عارف اكواد. ممكن البيم مانجر ما يكونش متقن للبرامج بس عنده استعداد ان هو يعمل سبورت للناس، لو واحد وقف قدام مشكله يدخل يدور على النت ويحلها، لان ما فيش بيم مانجر عارف كل حاجه في الدنيا. مش معقول يكون هو معماري وانشائي وكهروميكانيكال دخل الهندسه دي 5 سنين ودي 5 سنين ودي 5 سنين، لا اكيد برضو هو مركز على جزء معين والباقي يقدر يعمل سبورت ليه. تعالوا نشوف مع بعض محتويات الكورس. أول حاجة مقدمة عن البيم، ونتكلم إيه هو البيم وإيه هي مشروع البيم وإيه هو الفور دي والفايف دي والسكس دي. الفيديوهات والشرائح موجودة، واخدين كذا تمبليت، وده سيمبل للإل أو دي كذا مشروع، كل مشروع فيهم ده إل أو دي 100 وبعد كده إل أو دي 200 وبعد كده إل أو دي 300، بحيث إن الواحد يتخيل العملية بتتم ازاي. ودي لو شركة ما عندهاش بيم تقدر تطبق البيم ازاي، ولو في اي شركة عايز تطبق البيم ممكن تتواصل معايا ونبدأ نشوف الخطوات العملية ان احنا نتبنى البيم، بحيث ان لما لو تبنيت البيم بدون منهج علمي ممكن يبقى عبء على الشركة. وبعد كده الستاندرد، واخدين كذا كود، الكود بتاع كندا، الكود سنغافورة، الكود البريطاني، ال NBIMS الأمريكي. بنتكلم على الأكواد بتوسع، وبنبدأ نشوف أهم الاستخدامات بتاعته، وهتلاقي كذا تمبليت، يعني بحيث إن أنت لو عايز حاجة تعملها هتلاقي فيه ملفات وورد تقدر تملاها وتستفاد منها. دي مرحلة بقى الإعداد لبدء الشغل، فهتلاقي تمبليت، هتلاقي المصفوفة ازاي تقدر تقيم الشركة. في حاجة اسمها الفاليديشن، دي معناها ان احنا بنتأكد ان الشغل بتاعنا في المسار بتاعه مظبوط. وبعد كده بعد ما بنعمل شغل في حاجة اسمها هاند اوفر، بنبدأ نخلص الشغل، فبنبدأ نشوف ايه اللي المفروض يتعمل. وفي ملفات اسمها ملفات كوبي، دي بنديها للفاسيلتي مانجمنت، فبنبدأ نشوف هنبدأ الشغل بها ازاي. وبعد كده كيس ستادي للمشروع، وبعد كده رود ماب، لو احنا دولة كاملة عايزة تتبنى البيم هتعمل ايه الخطوات اللي هتعملها، وبيم امبلمنتيشن لتطبيق البيم في الشركة. وان شاء الله يعني انا نفسي الكورس ده يبقى متكامل، فلو في اي نقص او في حاجة انت كنت متوقعها او ما لقيتهاش ابعت لي، وانا ان شاء الله احاول اعملها وابعت لكل الناس اللي شاركوا في الكورس، بحيث ان هو يبقى منهج متكامل يدرس في الجامعات. ولو في اي دكتور جامعة او معيد او اي حد عايز يتبنى البيم برضه يتواصل، وان شاء الله نحاول نطبقه ويعني نساعد في نشر التكنولوجيا ونبدأ نتعاون مع بعض بإذن الله. واتمنى لو عجبك الفيديو تعملوا شير ولايك، ومنتظرين ارائكم ومنتظرين اقتراحاتكم للتحسين بيه. هو الكورس ده يعتبر ترجمه لكورسات كتير الواحد اخذها، بس مش ترجمه بس، لا هو الواحد برضو اشتغل في المجال دوت اعتقد حدود 10 سنين،
فالخبرة الواحد خدها دمج مع الكلام اللي خده في المحاضرات بحيث يطلع بشكل أتمنى يعجب الناس، وأتمنى الناس تستفاد منه إن شاء الله.